الحبايب ديالنا كما كتشوفوا الله يعطي الصحه محمي فاطمه الله يطيب الله يطيب زعما ما عندي ما نقول والله الا واحد الريحه تصور حنا ملي كنا قبيلات في الطريق واحد الريحه مجه والله الا ايوا دابا ان شاء الله غنحطوا العشاء باش نتعشاو ايوا هادشي ما طيبه على الدغميره على الدجاج محمرين كلشي معوض يا سلام انتما هنا كاين اللحم الله 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 على روح الله الله داكشي اللي عجبك أوه 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 لكن حاجه وحده ناقصه هو التريليان هما ترينيتشي انتم سبابي انتم السباب انتم السباب وتريت مع الغياضه بقيت نعراق ماشي انا اكبر لو ترمي مع الغياضه سهطوني والله العظيم يا صافي ودابا ان شاء الله عاي غرفوا العشاء باش نتعشوا الله الربطه الحمد ايه هي على ريحه طلعايه مع هالبروده والبرد البرد يلا ضربنا عند حذيفه للحم والدجاج دابا كتبنا ونضربوا اللحم والدجاج لحقت بنت جات مفتيله يا ودي طيبه واعره المرقه عندها واعره مزيده ما ناقصه اللحم البرقوق والزيتون سبقوا اللحم ياك اه بنسبقوا اللحم وراها من الدجاج وراها الدجاج شي ظاهر عيط لاشرف يجي شي اشرف خصهم يجيو اشرف وايوب اشرف وايوب وحمزه شي من فوق انا جيت فوق يعني بيبقى مجلس مجلس واحد دابا تبارك الله دابا دايف داك عشونا باش لا بغينا نمشيو بحالنا بعدا انا حبيت احضر الله ساده اوكي لا عاود باش الغيظه ماني سالي ونوصلو نكونو معشيين بصهم يعني تلسو الاخر مسكين ما نوصلوه حتى الموضع جبناه حتى المواس المواس القبيله الفوقيه عندو الكشك يوصلو في هاد الساعه جيب زيت عام اجي رالي خلتي هذا بسم الله فين اشرف فين يلا الدراري يلا 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 لا الرجال اللي نزلنا حنا وقفوا اذا باش نشوفوا يا 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 الله 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 يلا على بركة الله سير الله 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 الخير سير عاسر سير باقي باقي دليهن وقيله باقي دليهن صحة 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 والراحة أخ صحة صحتكم صحتكم صحر كلوا واشربوا هنيئا لكم كلوا كلوا أبو حمد طيب لحقنا بها مسلم آمين آمين والزردة ديالك يا صاحبي والزردة ديالك الله حقنا بها مسلم ونشيني مالك ما تفهمش بسم الله بسم الله بسم الله مكفر الله بسم الله بسم الله بسم الله قالوا الزردة بغداد قالوا قريبة قريبة اللي دار فيكم ماشي راجل بدي ألقى فيا انت نبى ألقى بالجوع الله يحفظ نقول له صراحة اللحم جد دايبة قسما بالله لا واعر زعما الله يعطيها الصح يعطيكم الصحة كاملين ماشي على واحد مالك انت يا عوي خدام علاش تشتر من مرحي وما من قدامي للعام قريش نتعشي وانا باقي عاد نعشيكو ما دجا واعر او دايبه 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 ما عجبتهم الدراري قال لك بقينا ناكلو حتى ما خناش البلاصه للدجاج خصنا نعاود الدراري يجيو ياه باش يهزوه اوه يا سلام اخاي الشهوه
با 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 الله 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 سيروا نقزوا من فوق سيروا على الله يلا هاكي ما تنسبقكم انتم ها الله يرحمها سبق سبق لي خالتي اللولية سبقها يا اللولية سبقوها يا اللولية سير 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 على الله زعما خبعتي ديك الدك رجع احمد رجع الحمد لله بسم الله الحمد لله يا الله اتمنى بالله وجهك ناضيه ناضيه دابا ندوق الرضع عليك الاخبار لا دوق ميره هادي ولا كيف جاتك ندوق ميره والله يا ناضيه قبلاتي تندوق انا الرضع عليك بابا 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 يوزع طاب الجول يا رياض هاي ها الله يلحقكم بالجيش المسلمي احمد واعر الله يسلمك شفتوا هذا انتوا بهذا الدغميره كيف قال لي الدغميره نزيد والله الا الله يعطي الصحه اللي طيبه انا شفتوا بك عمر فاطمه بالله عليك حي حي يدك واحد دقيقه الله يرضى عليك شكرا على الاستجابه كل شيء هو هذا كل شيء ناضي بسم الله كل شيء ناضي كان محمد حط التليفون وكل لا انا ما خصنيش الدجاج ما عرفت باللحم ماشي انا ماشي بنطرطق انا ماشي في حاحمد محمد عنده غزفه صغير دابا انا احمد نخليه يقول عليه هو عليا انا الايامات الله يحفظك لازم نمثل شيء عمرو من جدام انا الايامات لازم نمثل شيء يقول عبد العزيز اسمع اسمع احمد شي يقول لك يقول لك الايامات قلت من المكله شويه انا عرفت علاش قلت في المكله شويه حق ارباح تبقى شي كيتري لا قبل ما يربح قبل كي كيفكر في ديك المسابقه والتفكير بزاف كيفكر في المسابقه وديك التفكير ديالو صدق له مزيان صدق الارباح وصدق ضيع صحته عرفتي علاش انا هو فيه النيه كيمشي بالنيه ديالو اللي في النيه فيه النيه ديما كيربح دابا احمد يمشي دابا احمد يمشي بالنيه باش يربح سبحان الله احمد يمشي بالنيه قلبه بيض ربح بصحتك اخي احمد انت قلبك بيض وانت سير طلع معك يلا انت ضرب الجاج مع راسك دابا انت لي سيمانه وانت تفكر دابا ضرب الجاج مع راسك المخلوع مع اخو بلا مشي عند الشنوا مع والله العجب والله العجب وي ما حبيب ديالي من بعد ما تعشينا صراحه تعشى كل شيء اللهم لك الحمد نهض لك الفراجة دابا باقيكم اللبسه الثالثه اللي عندها اكثر من 60 سنه وهذه اللبسه هذه كنت عاقيها لكم صراحه شحال هذه ودابا على اللبسه اللبسه اللي كانت عزيزه الله يرحمها ويوسع عليها ودازها ماما العزيزه ودابا على اللبسه هذه انا رايح اسمه الكردول انتما هاللبسه هذه عند اكثر من 60 سنه ولكن ماما عاودت لها الخياطه دابا ما عرفتش الصراحه شحال فوقاش عاودت الخياطه ولكن قديمه من عودتها لها شوفوا التوب كيفاش انه عامل هذا شحال هذيك يقول الكردون دابا على اللبسه وانتم الصراحه كيفاش عاجيني هذا ماما هذا ماما هذا العزيزه اي دابا هذه قديمه هذه عندك 50 سنه مو رجعت موضه دابا جاتك واعره والله الا واعره بالله باقي جديد دخلتي الصافي والله الا باقي جديد والله الا واعر والله الا باقي واخا انا واخا انا جاتني اختي صغيره مع الشيخ شحال عندها من سنه هذه شحال عندها 60 دخلنا عليك بالله بابا بابا با وباقا جديدة ها الله طول ما عمرها تلبسها ماما كيقول لها كردون كردون هذه هي فاش خاصها الوالده ديالها يما باقي عندها عزيزي يلا نمشي ولا ما نقطعو الطرطاش يلا شكون حياكل الحق ديالك وما يمشي يلا خديجه راه تجي فاطمه دابا ان شاء الله يا ربي نقطعو معكم الطرطه المهم هاد لبسه بالطرطه ما نقطعها بالتكشيطه زمل بحال الطرطه التكشيطه الستينات عنده ذكر والله الا بك ستينات ستين سنوات بقى بقى بالروح الله يرحمه ويوسع عليه شيطات السينات هذه هذه تحفظ الحاجه ديالي شفتوا جعت مع قوه النداء بسم الله
طل النساء طل النساء طل يا اختي واحد المعلقه هاك بسم الله طيب وما نعيا نحيدو هذه ملسه راني عزيزه الطافصله فيها ها انت هذا عمر ديك هذيك ديك الموس عاد وسخ راني فاطمه كنت نسختي صح راه كنت نكسر راني عفاري يلا نمشي ياكل بلاص بلاص يلا هادي صافي حبيبي صح والراحة للندى نعطيك الصحة واش انت فرحانة معنا في الحفلة؟ اه فرحانة بزاف هكا ابراهيم ابراهيم لا مش ابراهيم بيلا بيلا يا عمر عمر عندها ديك الطيح ما يكون واحد الريحه فيها لا واعر واحد الريحه واعره فيها خدومه واعره صحة والراحه جنات شحال الساعه شحال الساعه شوفوا ياتي 11:44 ومن دابا صافي كل شيء كلا بعدا اي ولا كل شيء حاجه بصح سوف ستين بينا ولا شحال تبارك الله كل شيء يقول جا داخل لبسه مزيانه صح كل شيء يقول نفس واحد الفكره اش اللي دابا عرفتي الا مشي تبيعها في المتحف هذه راه تسوى الفلوس عرفتي البياس عرفتي البياس عندها 60 سنه شحال كتبيع وعاد زيد انيقه انيقه واعره انا عندها 70 غنعاودها بالخياطه بحال هذا الشكل هذا وانا انا يا من اللي خلقت عندي 70 سنه غنكمله ما نعرفها عندي الوالده الله يرحمها قاوني الله يرحمها ثلاثه ولا اربعه قاوني من مسكينه الله اه ديما مسكين ماما عاودتها بالخياطه ولكن ما عرفتش كيفاش عاودها نصارها الحرير هذا الحرير انا حنا كنقولوا الكردول وانا وليت تزوج في 71 كان هي شحال عندها سبحان الله باقا محتفظه عليها باقا جديده ما قصافار ما حتى حاجه طبيعيه ولو انا حضر بها في القصوره والله ظهر رامي وتجي تقول لي هكا بختي ما يشريها ما باقيش يا نعرفوا عند الوالده عند الوالده والله الا خرا من رباطنا جات عندي سبحان الله سولت عليها دوب الخياطه خليها ما تحركش يا ويصا ركز عليها شوي شوفوها المشاهدين لا صبر لا انا ما كنت واحد تفاصيل كيف انه هذا التوم ديالو وحده هذا التوم ديالو وحده هذا عاود له الخياطه جاوني الكمام ديالو يعني عاودت في الفصاله وصافي الفصاله اما هي بقت هي هذا بحدو وهي مو بحال بعضو بحال بعضو هذا بحدو قطعت منه وقيلوا لي يدين متسعين ولكن هي يعني التوب هو القديم بقى هو لا التوب هو هذا شو قرب لها عند الصح هذا الخنجر هذا الخنجر وهذا الكردو هذا سميته الخنجر شنو يبان لي انا باللي هو كيبان بحال بحال ولكن دابا ملي ركزت عليه انا وقت كانت شعاع تبان لي تشطيبات في الشكل وهذا في الشكل هذا الخنجر يعني اللي يدين في الشكل وهذاك في الشكل عندي احمر وصفر وزرق وجوج بويض تبارك الله بصح شوف هذا ممسوح على هذا ولكن الا ما دققتي مزيان هذه والله ما عاد عرفتش ما عاد ديما تجيب سيري